عاوز برضه ينجح كويس عنه. طالب المدرسه التحرير التجريبيه للغات يحصل على اعلى المراكز في الثانويه العامه. السنه دي مش مشكله، السنه دي، السنه اللي جايه ممكن، اللي بعديها ممكن. مش عاوزين نضحك، بالفعل هو ده هدف الدكتور مصطفى عبد العظيم رئيس المجلس. طيب يا دكتور هنحدد ازاي المطلب دوت؟ في كذا محور. هنشتغل على الطلبه، على المعلمين، على هيئه التدريس عموما. هنوفر لكم جميع الطرق. كان من ضمن الوسائل التنميه البشريه. معنا النهارده الدكتور محمود رضوان الكبير والمدرب الدولي المحترف معتمد من المركز العالمي فرانكفورت. معلش فرانكفورت بكلمه. اتفضل. قبل ما ابدا واقول اي كلمه عايز اشكر اداره المدرسه. هي ما اعرفش، انا اول مره ادخل المدرسه ومش جاي من بره يعني، بدور عليها وانا كنت بقول المدرسه فين اوصل في معادي، بس الحمد لله بوصل للدقيقه يعني. عايز اشكر كل الشخصيات والمسؤولين. انا ما كنتش استاذ محمد بس دول صدفه مره واحده.
كان من البدايه انتم مشاركين معانا في تحديد المواعيد، مشاركين معانا في التدريب مع بعض، وانا بس في ناس قاعده في البيوت بتتفرج على التلفزيون وفي اللي بيسمع حاجات وبتتفرج على حاجات وما بيقولوش حاجه، خرجت من مطار الصمت اتحركت عشان تعملوا حاجه ان شاء الله تشوفوا كل حاجه فيكم في مكان بالفعل. يعني نشكر الدكتور محمود ونشكر فريق العمل مس ماريا ومس سارة، يعني ألف 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 شكر لعبناكم. نتمنى أن كل واحد يقول أنا تعلمت إيه. يعني أنا هقول تعلمت أن الفشل لا يعتبر أسوأ شيء في هذا العالم، وإنما الفشل أن لا نجرب. يعني كل كلمات الشكر عايزة عن شكر الدكتور محمود بالفعل، ولكن شفنا ابتسامة على جميع الوجوه، شفنا ابتسامة ممزوجة ببكاء رؤى، شفنا بكاء من زلفة واهبة، يعني جميع الحالات مرينا بها النهاردة. نتمنى انها تكون بداية ان شاء الله للدكتور محمود، واقل شيء يعني نقدمه للدكتور محمود نيابة عن مس وفاء، نيابة عن مس